مساكم الله بخير، حياكم الله في اليوم السابع. يقال الفن والفنون انها احد مقاييس تقاس فيها حضاره الامم، فاذا ازدهرت هذه الفنون فانها تدل على ازدحار هذه الحضاره، والعكس صحيح. الليله وقفتنا مع ابو الفنون اللي هو معروف بالمسرح، يوصفونه بهذا الوصف لمكانته، لرسالته، لاهدافه، لقوته او ثقله، احنا نقول بالكويتي. من خلال الليله او حلقتنا حنتعرف على المسرح ومكوناته وش نجاحه، ونعرج على المسرح الكويتي، ونكشف اسباب تحوله او اخفاقه ان صح التعبير. طبعا ما ابي انا ازكي، لكن ضيفي من الوزن الثقيل في هذا المضمار، في هذا الفن، دكتور محمد مبارك بلال، هو عميد سابق لمعهد الفنون ومتخصص في المسرح، وانا من زمان خاطري اني اقابله، فحياك الله دكتور في اليوم السابع. الله يحييك. دكتور، ابي ابدا مع المشاهد، ابي اقول حق الناس شنو المسرح؟ المسرح ببساطه هو فن بصري حي. حي. فن بصري انساني حي، يعني فإذا ركزنا احنا على كلمة بصري وعلى كلمة حي، تجد ان احنا سنقوم بنوع من النقلة الى المتلقي، الى الجمهور. لذلك تجد دائما شيء كان يرسم كدايجرام، يرسم دائما ويربط بالمقالات عن المسرح، يسمونه المثلث العتيد، يكون على رأس النص والممثل والجمهور. انه هذه مكونات المسرح. نعم. هذه الثلاثة هي المكونات للمسرح منذ بداياته عند الإغريق. ان هناك نصا وهو الجانب الأدبي احنا نسميه، او القيم الأدبية، ثم هناك ممثلا. انت لما تقول ممثل ما تعني فقط الممثل، تعني كل ما يرتبط بالممثل، وهو فن التمثيل كله. فنتكلم عن لبس، اتكلم عن إضاءة، اتكلم عن كل شيء، عن منصة يمثل عليها هذا الممثل، الأزياء والموسيقى والرقص واستخدام الجسد والموسيقى، كل هذه الأشياء مرتبطة بالممثل أساسا. الممثل لا يعمل في المطلق أو في الهواء دي، مع أن دائما هناك تعبير يسمون المسرح هو الفضاء الخالي أو الفضاء الفارغ، مثل ما بيتر بروك يسميه، يعني ذا امبتي سبيس. ليش؟ لأنه أنت تشكل في الفضاء. تشكل في الفضاء. لماذا؟ أي. لأن المسرح يعتمد أساسا على الوهم. الوهم؟ الوهم. لماذا الوهم؟ إيهام. والإيهام، يعني الإيهام ترى دلالة أخرى مسرحية، ولذلك أفضل الوهم على الإيهام، لأن الإيهام يعني شيء سنتكلم عنه لاحقا. الوهم وهو الحركة في الزمان والمكان، اختصار الزمان والمكان. عندما يختصر الزمان والمكان في المسرح، يتقبل الجمهور أو الإنسان أو المشاهد أو المتلقي كل ما يمكن يطرح على خشبة هذه المسرح، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لعاقل أن يتقبل أو يقبل بأن سيرة مثلا حياته، يعني خلنا نأخذ مسرحية كل أغلبنا نعرفها بالكويت، خلنا نأخذ عشت وشفت لساعد الفرج، نعم، التي قدمت فرقة المسرح العربي بالـ64. نجد انه بالفصل الاول عرض لسعد الفرج وهو شاب وزوجته واولاده، بالفصل الثاني ولده الكبير متزوج، الفصل الثالث هو رجل شايب كبير بالسن. تنتهي في المسرحيه اللي يقول عرفنا الان ان المطر يصير من دخان الجذور، مثل ما يقولون دائما بالكويت على هذا. عاقل لا يمكن انه يتقبل النقلات الثلاثه هذه في خلال ساعات. تخيل المرحله العمريه او السن او الزمن اللي مر بهذا، لكن عندما تدخل انت بلعبه الوهم، على قولة الإنجليز the willing suspension of disbelief، أن أنت تدخل مقتنع بأن ما يجري أمامك هو حقيقة، يعني فتتقبل كل ما يقال على هذا المسرح. ستتقبل كل ما يقال. فإحنا نقول المثلث العتيد، اللي هو جمهور، النص والممثل والجمهور. تكلمنا عن النص أو تكلمنا عن الممثل. نعم. الجمهور شنو علاقته في المسرح؟ الجمهور المسرح التقليدي القديم يسمونه المسرح العلبة الإيطالي، اللي هو المسرح العادي بأضلاع الثلاثة، اليمين والوسط والعمق والآخر، يعني جناحين وعمق داخل. الواجهة المواجهة للجمهور مفتوحة،
زين. فلما تكون مفتوحة وأمامها الجمهور يمثل الجمهور يسمونه الحائط الرابع، يعني أنه كأن هذا الصندوق بناء على هذا الوهم هو مخفل، له ثلاثة أضلاع والضلع الرابع المكمل هو الجمهور، مغلق على هذا الوهم الذي يتلقاه هذا المتلقي اللي هو الجمهور. حلو. اللي هو ما يسمى بالضلع الرابع أو الحائط الرابع يسمونه أحيانا. زين. أبي أرجع بداية المسرح بالإغريق، أول ظهور المسرح، وهل هذا المسرح كان يعني مثل ما تفضلت قلت أنه هو وهم يعني يوصلهم رسالة من خلال هذا الوهم، ولا كان مسرح ارتجالي يناقش قضايا حالية آنية؟ شنو كان الوضع؟ الإغريق هو ما خلقت المسرح، هو مبدع المسرح كما يعلم الجميع، والمسرح بدأ بالأساس بنوع من التدرج، بدأ بممثل واحد تسبس، خلق ممثل واحد كان هو نفسه، ثم أتوا الثلاثة العظام في المسرح الإغريقي اللي هم إسخيلوس ويوربيدس وسوفوكليس ويوربيدس، وأضافوا الممثل الثاني والممثل الثالث، وأضافوا الديكور وعدلوا في بناء النص المسرحي، فخلق هذا ما يسمى المسرح لدى الإغريق. المسرح لدى الإغريق أساسا معروف أن الإغريق كأمة وثنية كانت تؤمن بتعدد الآلهة، وكان يعرف الجميع بأن إلههم الكبير زيوس كان يسكن في جبل الأولمب، وأنه لديه أبناء آلهة آخرين، كان للبحر إله وللمطر إله وللحرب إله وللنار إله كما يعرف الجميع. فهذا المسرح عندما خلق كان معتمد أساسا على قصص الأساطير، كان يروي الأساطير والقصص القديمة لهذه الأمة، ويعطي من خلالها اعتبارا ودروسا للأمة الحاضرة. يعني كان بين قوسين تثقيفي، هو ممتع ولكن أيضا تثقيفي، بس يغلب على التثقيفي طبعا. هو تثقيفي، هم يتكلمون عن تاريخ هذه الأمم بس، ويمجد هذه الأمم أيضا بحروب وحروب هذه الأمم وتاريخها. هذا اللي بوصله، ما كان مسرح سياسي، وكان سياسي بالمقام الأول أساسا، لكن اليونان تميزت بديمقراطية بالضبط غير اعتيادية. يعني لو قيسها بزمننا ستبدو من أكثر الديمقراطيات مقارنة بزمننا. صحيح. ولذلك نجد بأنه هذا المسرح كان له الحرية المطلقة، وكان هناك مسابقات مسرحية، يعني الكتاب اللي كانوا يكتبوا هذه المسرحيات كانوا يدخلوا مسابقات بمسرحياتهم، وكل سنة مثلا تصبح المسرحية بالمركز الأول وهي ناجحة، ويعطى جوائز إلى آخره. هذا أساس المسرح. نعم. ثم انتقل لوين؟ طبعا بعد خفوت اليونان، بين قوسين اليونان، قالوا بأن روما غزت اليونان عسكريا، ولكن اليونان غزوا روما فكريا، لأن معروف بأن الرومان كانوا أهل حرب وبناء، صحيح، لم يكونوا يحملوا ذلك الفكر وتلك الفلسفة التي كان يتميز فيها كتاب الإغريق العظماء. ليلى اليوم طبعا الناس فلسفه وطب الى اخره، ليلى اليوم تعتمد على ما ابدعه هؤلاء الناس. صحيح. يعني اتى المسرح الروماني، الرومان كانوا امه مختلفه في كيانها، يعني احنا لما نقول انساني وانسانيات نربطه اكثر بالاغريق وزمننا المعاصر اكثر مما نربطه بالرومان، لان الرومان كان عندهم مسرح يتميز كثيرا بالعنف. يعني تراجيديات اليونانية الرومانية كانت تتميز بالعنف، يعني أنا أعطيك وجهين لهذه العملة. الإغريق كان ممنوع ممارسة العنف على خشبة المسرح، وكان هناك الرسل تأتي وتخبر بأن فلان قتل وأن فلان مات وأن فلان إلى آخره، ولكن لا يظهر على خشبة المسرح، بينما الرومان كانوا يحدث هذا على المسرح، إظهار التراجيدي أو مبالغة فيها فعليا، يعني يبين لك العنف لدها والقسوة لدى هذه الأمة. هم كان عندهم أساسا قتل الأسير، استنتاج قتل الأسير، يجيبون أسرة طبعا إلى يجيبون أسرة ويبون أسد يعني إلى آخرة. نعم. فعادي مقبول عندهم أن يبون واحد مثلنا ميت مثلا على خشبة المسرح. نجد بأن الرومان أغلب المسرحيات بالرومان كانت نسخ أخرى للمسرحيات الإغريقية، لأن لم يستطيعوا يتخلصوا من سيطرة الإغريق، فخلقوا نماذجهم الخاصة فيهم، لكن الأصل إغريقي. لكن الأصل إغريقي. لكن أيضا الرومان تميزوا بأن بسبب أن هم ناس شعبيين جدا ويحبوا المتعة والرفاهية بعيدا عن الفكر، نجد بأن الرومان خلقوا كوميديا. يعني بلاوتس واحد من العظيم الله، من أعظم كتاب الكوميديا،
المرحلة الأولى هي كان ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بلاوتس كان من أعظم وتجد أن موليير من أكثر الناس اللي تأثروا في 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 عصر النهضة في فرنسا ببلاوتس. إلى اليوم إحنا يعني ما زلنا نأخذ ذي. لماذا؟ لأن أي شكل أدبي أو فني يخلق تقاليد معه، فيصبح كل شكل فني مرتبط بتقاليد. مسرح لتقاليد الخاصة، والفن والشعر لتقاليد الخاصة، والفن التشكيلي، وهكذا وهكذا وهكذا. فهناك تقاليد محددة، مهما يعني سمعت أنت آراء تتكلم عن مسرح ثوري كما هو الآن موجود، يعني سنتحدث عنه بعد قليل، نجد بأن أيضا هناك تقاليد ترتبط بالمسرح لم تتغير إلى اليوم. يعني الثلاثة على مصر اللي أنا شرط له لم تتغير إلى اليوم. ما يقدروا، ما هي أساس المسرح. يعني لعبة الوهم والمثلث العتيد اللي أشرت له لا يمكن أن تلغيها، لأنك ستلغي المسرح. فهم أساسيات المسرح في أي هو أساس أي هي أي أساس أي التي بنت تقاليد المسرح. زي. انتقلنا من الرومان. نعم. بعدها طبعا بعدها المعروف بأن أتى ما يسمى بسقوط روما. معروف. روما وعاشت ربما 1000 عام إلى العصور، في العصور ما يسمى بعصور الظلام أو العصور الوسطى. أنا ما أحب أسميها عصور الظلام لأن خلقت مسرح بالمناسبة. أنا ما أسميها عصور الظلام، هي مش عصور الظلام، يعني أنا أفضل عصور ميدل إيجز يقولون الإنجليز. ها ميدل إيجز أوكي، بس عصور الوسطى. بس هني كان المسرح موجود، ما خلقته. موجود المسرح، حاولوا طبعا الكنيسة حاولت أن تقضي على المسرح. تقضي عليه، لكن العجيب أنه المسرح نبع من جديد من الكنيسة. من الكنيسة أصلاً. طبعا من الكنيسة طلع المسرح إلى الشارع وعاد المسرحية يحيى من جديد. بعد العصور الوسطى طبعا أتى عصر النهضة أو عصر التنوير في أوروبا، رينيسانس. ولا زال المسرح مستمر طبعا. وهذا عاد المسرح العظيم اللي احنا اخذنا منه، اللي ارتبط فيه بشكسبير وبمولير وبراسين وبكورنيل، كتاب العظام يعني. وكاردو جولدوني وكل الكتاب، ولوبدو فيجا وكالديرون، كل الكتاب العظام اللي اسسوا للمسرح الحقيقي، المسرح القائم على فكره التنوير في العقل الانساني والانسانيات. بغض النظر عن القالب ثقافي او كوميدي، بغض النظر، المهم اني انا اشكل ثقافه هذا الشخص. طبعا طبعا كان جزء من تركيبه الانسان في عصر النهضه في اوروبا. يعني مثلا لما تقرا شكسبيريات انت تؤخذ بان بعظمه هذا الكاتب. طبعا كتاب اخرين ناخذ شكسبير كمثال معروف. وتقرا اعماله الى اليوم، اعماله معروف، الاعمال خالده، البندقيه ولا تاج البندقيه والملامس اللي تلمسها. يعني بعض الناس لما تشوف هاملت مثلا او ماكبث مثلا، يعني يجد بان هناك امتداد لما كان يطرح من فكر علني او خفي. اضافه الى هذا الشعر العظيم اللي كان يرتبط بهذه المسرحيات، اللي كان يعني شكسبير يكتبها، يعني لانه تدور اعماله كلها حول الانسان. طبعا بعد ما يسمى بعصر النهضه في اوروبا، اتت الحركه الرومانسيه ثامن عشر، ثم أتى ما يسمى بالثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر. تغيرت روح المسرح تماما، أصبح المسرح الآن ما في تلك التراجيديا العظيمة والمقولات العظيمة والموضوعات العظيمة. لماذا؟ لأن أصبح هناك طبقة عاملة كثيرة في أوروبا، وهني الناس ترتبط ما يسمى بالميلودراما. الميلودراما اللي الآن إحنا نعاني منها خلقت في هذا الزمن، لأن ما عادت الناس في قالبيتها أقصد معنية بالمفاهيم الثقافية والاهتمامات الثقافية. وبدأت الثورات في أوروبا في المرحلة اللي بعدها، وبدأ المسرح يتغير إلى حركات حديثة معاصرة مواكبة لتغير الإنسان وثورات الإنسان. ما عاد أكو ملوك وسلاطين مثل ما كان موجود، انتهى هذا الزمن. يعني بعد الثورة الفرنسية كما يعلم الجميع بدأ ذي الفريدغاري 1896 لما عمل مسرحيته أوبو مجنونا وأوبو ملكا، عمل ثورة بأوروبا كلها. لما يا بطل مو تراجيدي، بطل من عامة الشعب، من أوضع الناس، ما عنده أي أخلاقيات، فصدم الجمهور الأوروبي كله، صدم بأوروبا أنه ما عادت الشخصية اللي تعودت الناس عليها وشوفها شخصية العظماء وشخصية الملوك والأبطال الأسطوريين، ما عاد هذا موجود. يعني وكما يعرف الجميع طلعت كل النظريات التشاؤمية إلى آخره بأوروبا، خاصة طبعا بعدين لما صارت الحرب العالمية الأولى واكتشف الإنسان. عفوا هل أنا اليوم أقول النقلة النوعية كانت بعد عصر الصناعة، بعد الثورة الفرنسية، النقلة النوعية للمسرح؟ طبعا. لكن هذه النقلة مرتبطة بالأضلاع الثلاثة اللي ما يتغيرون، ما هذه ما تتغير، المحتوى يتغير. زين، هل اليوم السيناريو تغير أو النص؟
من الإغريق إلى شكسبير إلى اليوم، يعني شكسبير خلاه أشعار وكانت قبل كانت نص حوار. طول عمر المسرح إلى بالزمن المعاصر كان شعرا. شكسبير مسرحياته كانت كلها شعر مرسل. لأن تعرف أوروبا تتميز عنا بشيء يسمى الشعر الدرامي، إحنا ما عندنا الشعر الدرامي، إحنا كل شعرنا غنائي. حتى أشعار فيروز ورحبانية غنائي، إحنا نسميه غنائي شعرنا. طبعاً هذه أوبريتات، أوبريتات قصتها أخرى هذه. بس أنا ما تعتبر من بوجه عام أوروبا عندها أنواع من الفنون إحنا ما نعرفها. منها ما يسمى بهذا الشعر الدرامي، إحنا ما عندنا شعر أو شعر ملحمي، إحنا ما عندنا شعر. ما عندنا. بمفهوم الشعر الملحمي لدى الأوروبيين. اللي يتكلم عن ملاحم. اللي ممكن يقول أكثر من شخص. لا يتكلم الموضوع اللي يتكلم عنه مختلف على الموضوعات اللي حنا نتكلم. ربما بالعصر الحديث كان هناك محاولات، ولكن أنا أكلمك في الزمن القديم منذ الإغريق والرومان والعصور الوسطى وشكسبير وزمن شكسبير كانت المسرحيات تأتي دائما شعرا قريب من الشعر الحر اللي حنا نسميه. ماشي، أبي أكمل هذا الحوار المهم بس بعد فاصل. فاصل وراجع لكم. قبل الفاصل تكلمنا عن المسرح من بداية الإغريق أضلاعه إلى تطوره إلى اللهجة أو النص أو السيناريو، يعني ما أبي أغلط في المسمى، وصلنا إلى تطويره. انتقل إلى دولنا من وين أو منو تلقاه إلى الدول العربية؟ يعني قبل لا ينتقل دولنا لازم إحنا نشير بأن المسرح أساساً ابتدى بالأواخر القرن التاسع عشر. اولا شنو صار؟ ابتدى عندنا العالم الحر في 19 اخر 19 يعني معناته حديث. احنا المسرح كما ان لازم احنا نركز على ان المسرح احنا ليس اصلا ولكن وارد لنا. يعني هو مش من اصل ثقافتنا ترى هذه، وهني خلق كثير من المشاكل في قضايا الترجمه في قضايا النقل. يعني بس ابشير الى جزئيه صغيره قبل ما نتكلم عن هذه، انه عندما أتى العرب لترجمة كلمة تراجيديا وكوميديا لجأوا لما موجود عندهم. طبعا أنت ما راح تترجم شيء إلا إذا عندك مقابل عشان تقرب للناس، فترجموا كلمة تراجيديا مديح على أساس أنه شعر، وترجموا كلمة كوميديا بأنها هجاء. وهذه المتاهة الأولى التي دخل هذه المتاهة ما لها علاقة بالمرة أبدا، تقليد مختلف يعني. وهذه إحدى المتاهات اللي دخل فيها كثير من الناس اللي تعاملت في المسرح في البداية وضاعوا على أساس الترجمة هذه، أنه إحنا نتكلم عن مديح وعن هجاء. عرفت؟ طبعا مأخوذ من الشعر العربي اللي هو قائم على هالشيء. احنا مو شعر انتو، هذا الشعر اللي عندنا احنا. ما قلت لك احنا العرب ما عندنا بتاريخنا ما يسمى بالشعر الدرامي او الشعر الملحمي، ما عندنا هذا، هو موجود عندنا بتراثنا. فلما بحثوا على المقابل وجدوا ان عندهم مديح وعندهم هجاء، انه ترى جيت تتكلم عن شخصيات عظيمه يحدث خطأ ثم تتحول من العظمه الى الشقاء، بينما الكوميديا تتعامل مع شخصيات بسيطة من المجتمع، عارف تقوم بأفعال وتنتهي نهايات سعيدة، ترجي تنتهي نهايات مأساوية، هذه تنتهي نهايات سعيدة. قالوا إذن القضية مشابهة لما عندنا المديح والهجاء. إذن احنا يبدأ استوردنا منو أول متلقي؟ أول العرب يقولون أن أول رائد للمسرح العربي هو مارون النقاش السوري اللي قدم أول مسرحية في الشام، في بلاد الشام، اسمها البخيل. وكثير من الناس يعتقدوا أن البخيل هي المسرحية الخالدة العظيمة لمولير. مولير عنده مسرحية اسمها بخيل، البخيل، مشهورة جدا وعظيمة جدا المسرحية، كوميديا ناقدة جدا للمجتمع. قالوا أنه هي، بينما مارون النقاش عندما أتى كمحاولات أولى أن يقدم المسرح للعرب أو الإنسان العربي تلمس اهتمامات الإنسان العربي. أول شيء تلمس اهتمامات الإنسان العربي، وهي أنه الإنسان العربي ميال إلى اللحن، ميال إلى الموسيقى، هو يحس باللحن ويحس بالموسيقى، إضافة طبعا للغة العربية في ذلك الزمن القديم يعني. فأدخل فيها ألحان وأدخل فيها غناء. هذه المسرحية الأولى، ثم قدم مسرحية أخرى جحت طبعا، حضرها طبعا ناس من علية البلد وربما بعض الغناصر الأجانب إلى آخره، وكانت طبعا مسرحية بسيطة جدا
باكسسواراتها وبمفرداتها الى اخره الى اخره، ثم قدم مسرحيه ثانيه 1850، ثاني مسرحيه له 1850 قدم ثاني مسرحيه له. هذه المسرحيه الثانيه اللي قدمها له اللي قدمها كانت ماخوذه من الف ليله وليله، وفتح الباب واسعا لاستخدام الف ليله وليله باعتبارها احد اهم مصادر التجربه المسرحيه في العالم العربي، لدرجه انه لليوم ناخذ منها احنا. يعني لليوم شوف احنا وين وصلنا الى اليوم، ممكن ناخذ منها نحتاج الحدوته ونحتاج الفكر، فهي مليئه بهذا ومليئه بروح الطقس ومليئه بالعوالم اللي انا اشرت لها، عوالم الوهم. ومن هنا يستطيع الفنان أن يشتغل بقضايا التشكيل وقضايا الوهم الذي طبعا أتى بعده، بس بسرعة أتى بعد ما يسمى العالم العربي مرتبط برواد ثلاثة بالضبط، مارون النقاش، يعقوب صنوع المصري، وأبو خليل القباني السوري. هذين هم اعتبروهم دائما هم رواد المسرح العربي. طبعا ذيلا قبل يوسف وهبي وقبل الفنانين الكبار اللي حنا عرفناهم فيما بعد، بس احنا نتكلم عن القرن التاسع عشر. هل هذا المسرح نفس مسرحنا اليوم الجمهور يروح له ويدفع تيكت ويقعد ساعات محدده وجدول اسبوعي، ولا هذا شوت وان شوت وخلاص؟ لا لا، المسرحيات كانت تقدم وتقاليد المسرح نفسها كانت تتكرر، عارف. لكن طبعا لازم ننتبه بان المسرح كان في بداياته. حلو يعني زين. زين، احنا قلنا المسرح الاصل فيه انه يقدم ثقافه، نعم، ويغلفها بحدوته بقصه للترفيه. ثقافه وترفيه ووعي وتوعيه وبث الوعي لدى الانسان. زين، اليوم المسرح الكويتي، اذا بدخل على المسرح الكويتي، هل اليوم هذا يمارس او يعني يقدم المضمون اللي يعني على اساسه قام المسرح؟ إيه، بس لازم حنا نراعي بأن هناك مقولة حول ما يسمى بروح العصر أو مزاج العصر. يعني وايد من الناس اليوم لما يتحكون عن المسرح الكويتي يقول المسرح الكويتي يعني يتهجمون على المسرح الكويتي، ينتقدون المسرح الكويتي، لكن لا ينتبهوا إلى شيء مرافق لحركة أي أدب أو فن لو شفناها بالعالم كله مو بس بالكويت. شنو هو؟ وهي روح العصر، مزاج العصر. المسرح يستخدم حدوته مأخوذة من الواقع أو من غير الواقع كي يسقطها على الواقع. واحد، اثنين، يستخدم لغة الناس كي يتواصل معهم، يعني مو معقول اليوم لهجة الناس، يعني مو معقول اليوم يطلع لغة عربية فصحى، حتى لو طلع لغة عربية فصحى سيطوعها. أوكي. أما من خلال الموضوع أو من خلال ما يسمى بإدخال بتطعيمها بأشياء حدث أو حركة أو لون أو مسمع مرتبط بهذا الزمن، وهذا يسمونه إسقاط على زمننا. فاذا المسرح الكويتي اليوم تغير، مش تغير لان كثير من الناس تعتقد لا، هو الان مواكب لتوجهات الناس. يعني انت الان لو شوف المسرح الكويت تجد ان اكثر من 90% من الجمهور اللي يحضر تلك المسرحات كله شباب، والشباب اليوم لهم خصوصيتهم بما يتعلق بما يقدم على المسرح لهم. ثلاثه، وهذا مهم جدا، انا لاحظت يعني من تجربتي مع المعهد العالي للفنون المسرحيه لسنوات عديده، يعني كمدرس كعميد إلى آخره، أيضا كفنان، لاحظت بأن هناك توجه للجوانب البصرية. ليش؟ لأن جمهور الكويت بالذات، أنا أتكلم عن الكويت، أنا ما أتكلم عن تجربة الخليج، جمهور الكويت بالذات عشاق بجنون للسينما، فن السينما، ولذلك من السنوات الأخيرة جت شلون انتعشت السينمات بالكويت، وثقافتهم غالبية ثقافتهم مستمدة من السينما، والسينما فن مختلف تماما عن المسرح. فما أقدر أقارن سينما بمسرح، ممكن الى حد ما، لكن لازم ننتبه احنا بان كل فن له وساطته الخاصه. بالضبط، يعني له خصوصيته او وساطته الان. يعني الان احنا جالسين بالاستديو، اكو ما يسمى عين اخرى وهي الكاميرا، ماكو المباشره والحيويه الموجوده بمشاهده عرض حي على مسرح، لا، اكو عين ثانيه، لذا اكو ميكروفون، سينما اكو كاميرا. فهذه الثقافه أنا أسميها ثقافة بصرية، فيجوال، ثقافة بصرية. بالضبط. كثير من الشباب استغنوا عن الكتاب، عن القراءة، عن المتابعة، الجيل زي أغلبها. نعم. هذا حولهم إلى ماذا؟ لأن أنت قاعد تشوف تجارب غير اعتيادية في السينما تدخلك أو تاخذك أو تسحبك لعوالم من الخيال والجمال والإبداع تعصرك. بالضبط. وتؤثر فيك حتى بعقلك باللا شعور. واللي هو سموه بلاك ماجيك. مثلا لما يجي يتعامل مع المسرح تجده الصور التي التصقت برأسه هي صور التشكيل،
الشكل الجمالي للمسرح، حركة الجسد البشري، جمال البدني، الإضاءة، اللون، الإيقاع، فاهم قصدي؟ لما يطبق على المسرح هني اللي يحدث ببساطة شديدة يظلم الجانب أو القيم الأدبية وهي النص المسرحي. ولذلك الآن نسمح كثير من الدعوات تقول مات النص المسرحي، مات المسرح. هذا كان سؤالي، أن اليوم النص المسرحي ما هو القديم؟ مات، هم يقولون مات، لأن كثير مع الأسف مع جيل الشباب الصغار هذيل اللي ما يحملون الثقافة هذه ما يحس البعد العميق والخفي للكلمة، عرفت قصدي؟ يعني ما عنده يسمعها يتأثر فيها بس هو ما يعرف يتعامل معها. الكلمة ترى الكلمة مخلوق حي وهي تحية، هي ليس ميتة، لأن هي تتعلق بإنسان قالها من خلال حاسيسة تجاه موقف معين يصف إنسان آخر أو موقف آخر أو شعوره الخاص، فهي حية الكلمة، عرفت؟ زين، أنا عندي سؤال، أن اليوم لو يعني رجعنا للمسرح اللي أنت تنشده أو اللي هو الكلاسيكي إن صح التعبير، راح يكون ممل، ثقافي، رتيب، ما في الروح العصر قلت عنها. نعم نعم، بالتالي يهجرون الناس. نعم انا متفق معك، انا متفق معك، فلازم اكسر. لا احنا ما ننادي اساسا بما يسمى بالمسرح الكلاسيكي، انا فقط قاعد الان اشخص، وانا من انا يمكن من الغلائل بالكويت، لا ابالغ اعوذ بالله من قولت، انا من المدافعين عن المسرح الشباب الحديث، يعني الشباب الصغار هذيله انا مدافع عن مسرحهم. لماذا؟ لان يعبرون عن زمنهم، يعبرون عن زمنهم ووصول رسالة مرتبطة بزمنهم، بلغة مرتبطة بزمن يفهمها جمهورهم، وبالتالي ويستخدمون أدواتهم اللي هم بارعين فيها. ما هو مشكلة أن المسرح يكون في كثير من التشكيل، لكن أنت تتكلم عن توازنات. يعني إحنا لو مع الزمن تناسينا النص المسرحي سنقضي على صناعة أدبية ربما تبدأ بالنص المسرحي ثم تنطلق للقصيدة ثم تنطلق إلى الرواية أو إلى القصة. وهذا مو طبيعي؟ خطر، مو خطر جدا. أنت كأنك يعني لا مؤاخذة أنت تقوم بقرض أو بقزو على أشكال أدبية أخرى. وهذا مو طبيعي أن انتهت فقط يعني ألوان فنون من قبل؟ تنتهي ألوان فنون، بس تنتهي لماذا؟ لما يكون مالها حاجة. يعني أنا عندي تعبير أسميه ديمقراطية الفن. ما هي ديمقراطية الفن؟ ديمقراطية الفن بأن كل الأشكال الفنية تسير بشكل متوازي جنبا إلى جنب، لا تتداخل لا تتصادم، وكل واحد يحافظ على كيانه الخاص وهويته الخاصة. يمكن أن يكون هناك نوع من التناغم، نوع من التعاون مثلا، يعني تصوير رسم مثلا، مثلا تصوير الرسم احنا نستخدمه بالمسرح بالديكور مثلا، يعني الغناء، الموسيقى، الآلات، الجسد البشري، يعني نستعين بالرقص مثلا في الجسد البشري. بس تجد اللي حدث بالسنوات الأخيرة أن يأتي إنسان عمل الرقص وليس المسرح. هذه المأساة اللي عانى منها المسرح العربي، أن أصبح هناك دخلاء هم ليسوا أهل المسرح. زين، هذا اللي قلته. نعم، اليوم حتى الناس تقول أن يعني أنا والله أحب محمد طارق العلي، بس يقول والله طارق العلي حول المسرح إلى شوف فيهك شوف كذا، ونفس القطات هذه أو نفس السقطات هذه كانت موجودة في المسرح الكويتي من قبل. موجودة، مو المسرح الكويتي، هذا فن خالص يسمى بودفيل، هذا موجود من القرن 19 في فرنسا، وهو ما يسمى بالمسرح الشعبي، مسرح الناس، مسرح العامة، وهذا طبيعي فيه موجود. هو قائم على كذي هذا المسرح، يعني 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 اللي يسويه الفنان أبو محمد طارق العلي عارف هو نوع من الفن، مهما قالت الناس انه هو فن موجود بمصر. يعني انت الان تذكر الفنانين الكبار اللي بمصر، محمد نجم وانت رايح، وسمير غانم، واللي قدموا هذا النوع من المسرح في مصر، حتى عادل امام في مرحله من المراحل، يعني فنان بحجم عادل امام يقدموا هذا النوع من المسرح. هذا النوع من المسرح موجود، يعني انت لما تتذكر مثلا نجيب الريحاني، فاهمني، وعلي الكسار، وهؤلاء الفنانين اللي كانوا يقدموا هذا النوع من المسرح، وماري منيب وعادل خيري الى اخره، يعني الفنانين المتحدين. انا اللي اقصده انه بديمقراطيه الفن يجب ان يكون هناك مكان لطارق العلي، ومكان ايضا لمثلا فنان اخر يقدم، مثل عبد العزيز مسلم. عبد العزيز مسلم يقدم مسرح اخر مرتبط بالرعب، مش عارف نوع اخر من هذا موجود. هذا المسرح طبعا الدلالين، مسرح موجود هذا المسرح.
يعني في اوروبا موجود، انت عارف اوروبا وامريكا عندهم انواع متعدده من المسارح. دخلتي باوروبا يعني تحكي عن مسارح لندن سوهو، ولا اتكلم عن مسارح برودواي في نيويورك. هذه مو قاعد تقدم مسرحيات، قاعد تقدم افلام على مسرح. هل تعتبر مسرح؟ مسرح، نوع من المسرح، نوع يعني من المسرح. مثل ما قلت قبل شويه انا يعني امريكا، خلينا ناخذ امريكا كمثال، امريكا عندها انواع من المسارح، تبدا من مسرح العرب ومسرح الشارع. انا حضرتهم بامريكا كلهم هذيله، وتتدرج الى ما يسمى بمسرح الحلقه، عرفت قصدي؟ راوندين ثياتر، وتنطلق الى تصل الى شكسبير، الى مسرحيات شكسبير، يعني عرفت قصدي؟ واكو مسارح وطلق، واكو اوبن ثياترز الى اخره الى اخره الى اخره، يعني يعني بس لازم احنا ننتبه لقضيه انه في اوروبا وامريكا المسرح هو صناعه، والسينما صناعه، اندستري. صح. يصرف عليها ما راح اقول المئات الملايين، يمكن مليارات تصرف على هذه الصناعه، والناس تتعنى من جميع انحاء العالم ترى هذه الاعمال ومسرحيات. يعني يمكن الماوس تراب اللي كانت تعرض في لندن دي، انا لما حضرتها كان لها 33 سنه تعرض. انا لما حضرتها 1985 في بريطانيا كان 33 سنه لها تعرض على خشبه المسرح. ومسرحيه مثل لايكينج يحضر لها مثلاً اوباما مثلا. مثلاً طبعا، وهي صار لها مثلا طبعا، يعني هناك الاحتراف وهناك الروعه في هذه الاعمال، عرفت قصدي؟ هنا الناس، هنا الناس الى اليوم مش قادره تتقبل كل اشكال المسرح، مثل هجومهم على طارق العلي وعلى غير طارق العلي. انا اللي هاجم طارق العلي اقول له روح المسرح طارق العلي، ما تلقى كرسي، معناته لا جمهور، عرفت قصدي؟ هذه الجزئيه، ما هو هذا المقياس، عرفت قصدي؟ انت ما تطالب طارق العلي بين طارق العلي يقدم لك شكسبيريات او يقدم لك، ما يقدر، وجمهوره ما راح يتقبله منه، الحائط الرابع ماله ما راح يتقبل هذه الاشياء، يعني عرفت؟ زين، خليني اقول ليش اليوم، او السؤال اللي الناس دائما تقوله، ليش المسرح الكويتي مات؟ انا ما اعتقد المسرح الكويتي مات. يعني هاي نظره تشاؤم، ترى شوف الاداب، حتى شوف انا قبل شوي قلت لك بالعصور الوسطى لما الكنيسه سيطرت على كل شيء وكان اكو محاكم تفتيش، ما قدرت تغطي اتخاذ المسرح، بالعكس ما راح نبع منها. المسرح يروح اندر جراوند، يختفي، بس هو موجود. ليش؟ لانه مثل ما قلت لك هو يعتمد اساسا على الممثل. فالممثل حتى انه اختفى راح يمثل مكان ثاني. ولذلك تجد الهجرة الممثلين من خلال اوروبا من بلد لبلد لاسهل بلد لبلد اخف. يعني في زمن اليزابيث الاولى، لانه كان زمن منفتح وسوى تسهيلات للناس في زمنها، هي كان المسرح منتعش. منتعش. وكان المسرح الوحيد في اوروبا اعتقد، يمكن ما بالغ، في ذلك الزمن انه القتال والقتل يحدث على خشبه المسرح، مع انه قائم على تقاليد المسرح الاغريقي اللي انا قبل شوي قلت اللي كانوا يشيرون انه ما في قتل او اللي ماكو قتل. فرنسا، ولذلك شكسبير في ذلك الزمن في نفس الوقت لما كانت فرنسا مزدهر فيها المسرح، في نفس الوقت كان ممنوع شكسبير بفرنسا، ما يسمحوا لشكسبير مسرح شكسبير يتقدم فرنسا. ليش؟ لان فرنسا تابعه التقليد الاغريقي، الاغريقي انه الرسل تاتي وتخبر عن الموت وعن القتل وعن 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 الى اخره. زين، خليني اقولها بشكل ثاني. نعم. اليوم المذياع كان هو مسيطر، طلع التلفزيون انتهى، خف دور المذياع، طلعت صحافه. اليوم مع الميديا المختلفه، سينما مثلا، تلفزيون، انترنت، وانترنت، يوتيوب مثلا، ما قتل المسرح نوعا ما؟ ما اعتقد قتل المسرح لسبب بسيط جدا، لان المسرح هو جزء من كيان وتركيبه الانسان. ان الانسان بحياته يحب يرى انسان اخر لايف يحزن او يفرح او الى اخره الى اخره، وهذا دور. يعني انت المهرجين الى الان ما ماتوا، يعني الجستشر كانوا مع الملوك منذ الزمن القديم الى اليوم ما ماتوا، لان انسان حي يقدم ذي. واللحظات اللي يختفي فيها المسرح ويكاد يكون فيها المسرح، فنانين الشارع هم يظلون محافظين على تقاليد هذا المسرح في كل العالم، حتى في العالم العربي ترى، بالمناسبة اللي أسسوا بشكل أو بآخر لهذا النوع من المسرح اللي التفتوا له فيما بعد، أقصد لما أنشئ المسرح العربي وتجذر، أنه بدأوا يروحون يبحثون عن فنانين الشارع بالتراث العربي، ووجدوا ما يسمى يسمونهم ممثل الفرد، من ممثل الفرد إلى آخره إلى آخره، عادوا يبحثوا عنهم في التاريخ. زين، هل هذه يعني ذكرتني بشيء يسمونه شريف روما، هل هذه مقوله صحيحه؟ ان كانوا مجموعه من يعني حرافيش من الناس هذا ويمثلون دور شريف روما فانتقدوهم، هل هذه صحيحه ولا مو صحيحه؟
في العراق. ما اعرف المعلومه دي، ما مرت علي المعلومه. لكن ايضا في ربما تكون صحيحه لسبب بسيط جدا، لان في اوروبا في زمن حتى زمن اليزابيث بكل هذه ما راح اسميها ديمقراطيه بس خلينا نقول الانفتاح بين قوسين، لا تستطيع انت ان يكون لديك فرقه مسرحيه ما لم تكون تحت رعايه احد الاشراف او النبلاء او تكون محظوظ للملك او الملكه او الامراء، ما يكون بروحه بروحك، ما مو مسموح يعتبرونك. ليش؟ لان الفنان كان يعتبر من الشوارعيين، من اهل الشارع يعني، مبز عرفت يسمونهم. فاذا ما كان جزء من هذا الشريف او هذا الامير او هذا النبيل، نوع ضامن لهم يعني، كفيل لهم بين قوسين. هذا كان يرجعني، كنت بقول اول شيء اللي هو الممثلين او باللغه العربيه الممثلون اختلفوا من الاغريق الى اوروبا، يعني كان هناك فلاسفه ومفكرين الى مثل ما قلت عنهم يعني من اختلفوا. اوروبا لازم الواحد ينتبه لاوروبا، اوروبا لازم تقيسها من خلال ما يسمى بالفيودال لو او ما يسمى بالعصر الاقطاعي في اوروبا. اوروبا كانت مشهوره في مرحله بانه الاقطاعيين والملوك والنبلاء كما يعرف الجميع كانوا يحكمون اوروبا. وكان عندهم فلسفه الهيراكي مالهم، انه هذا الهرم الهرم خلينا نسميه الطبقي في المجتمع يتربع على راسه الملك، فوق الهرم الملك وياتي من تحته الامراء والنبلاء الى اخره. العامه المابز يكونون في سفح الهرم. زين. الملك كان يعتبر، وهذه ثيمات خطيره في مسرح شكسبير، الملك يعتبر ظل الله على الارض يسمونه، لانه يحكم بحق ايضا الهي. ولذلك كان قتل الملك جريمه ليست ارضيه فقط عندهم، ولذلك لما تقرا ماكبث انت لشكسبير وتشوفها يرعبك هذا الجانب في ماكبث، انه هو قتل الملك فقتل شيء شبيه بالحق الالهي كما ذي. هذا الفيودال لو او ما يسمى بالاخطاء في اوروبا سخر كل المجتمع، يعني من طبقه، ماكو طبقه وسطى طبعا فيما بعد نشات الطبقه الوسطى، كل الناس اللي ليسوا نبلاء وليس ملوك كما يعرف الجميع سخرهم لخدمه هذه الطبقه. فلذلك طبعا كان الممثل وغير الممثل اللي كانوا بالشارع هذا اللي يعتبرون من 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 احط الطبقات في المجتمع. زين. ابي اكمل هذا الحوار الشيخ بس بعد فاصل، ففاصل وراجع لكم. قبل فاصل تكلمنا عن المسرح، عن تدرج، تكلمنا عن طبقه في طبقاتها في اوروبا. ابي ارجع ثانيه للكويت. يهمني لو على عجاله، شنو مسرح الطفل وشنو وضعه في الكويت؟ هل هناك تصنيف مسرح طفل ولا هذا مبتكر مبتدع جديد؟ وشنو هو؟ يعني مسرح الطفل في الكويت انشئ اعتقد في منتصف السبعينات في الكويت، لما حسوا الفنانين في المسرح ان هناك حاجه تتماشى مع التوجه العام للدوله في تثقيف وتاسيس جيل مثقف من الجمهور والمثقفين والمتابعين للحركه المسرحيه في الكويت. وكان امتداد لما يسمى بالمسرح المدرسي اللي كان حي انذاك في الكويت وكان فعال. اغلب الفنانين بالمناسبه اتوا من المسرح المدرسي يعني. ولذلك ابتدت تجربة. طبعا انت تتكلم عن منتصف السبعينات، منتصف السبعينات كان المسرح يعني يمر بحركة نشيطة بالكويت غير اعتيادية، وكان الفنانين الكبار كلهم موجودين في تلك المرحلة عارف. فبعض الفنانين وجدوا بأن هناك ضلع ناقص من حركة المسرح في الكويت. يعني احنا غطينا الان قطاعات كثيره مرتبطه بالمسرح في الكويت وحركه الثقافه في الكويت، ولكن لا نجد بان للطفل نصيب من هذا المسرح. فابتدى سيل من المسرحيات اعتمدت في بداياتها اساسا اعتمدت على التراث العربي والف ليله وليله بين قوسين بشكل خاص بتقديم مسرحيات للاطفال. ولذلك تجد ان كثير من العديد عشان ما ابالغ من الفنانين كانوا اساسا هم ممثلين في مسرحيات الاطفال وكبروا معها. مو العكس؟ مو المفروض ان هذا المسرح اللي اخطر انه يجيب انا اجيب المتمرس المتمكن؟ لا، هو هذا الصحيح. هو من الخطا ان انت تحمل طفل مقوله كونه مسرح اطفال. مسرح اطفال ما يعني ان الاطفال هم اللي يمثلون فيه، هو يعني بان الثيمات والافكار
والموضوعات التي تطرح في هذه المسرحيات والأشكال الفنية التي تستخدم في هذه المسرحيات يجب أن تكون وتراعي مستوى فكر الأطفال في جوانبها التربوية والفنية والأخلاقية وطبيعة المجتمع في الكويت. زين، حطيت يدك على الجرح اللي هو البنية الثقافية في الكويت. نعم. وكانت المدرسة تقذي وتطلع. نعم نعم. تطلع رواد مسرح ورياضة. نعم. شنو الخلل اليوم تشوفه في البنية الثقافية هذه؟ يمكن أجمل ما في هذا البلد الجميل الكويت أن الثقافة في الكويت كانت مشروع دولة. وهذا اللي يعني كثير من الناس لا مؤاخذة الآن في الكويت همهم أن يتخلصوا من بقايا هذه الثقافة، لكنهم لا يستطيعوا. لماذا؟ لأن الرواد الأولين وخاصة الرجال في وزارة الإعلام اللي أنا إلى حد ما عاصرتهم، كنت شوي صغير بس عاصرتهم، كانوا رسموا بأن لا يمكن أن نقدم أي فن أو فكر أو أدب بدون أسس تنظيرية، بدون نظريات. فقالوا قبل أن نؤسس هذا يجب أن نؤسس النظريات. سلاسل نظرية تعبر عن الثقافة العربية في هذا البلد. فأنشأوا مجلة الكويت ومجلة العربي وسلسلة من المسرح العالمي وسلسلة التراث وعالم الفكر اللي لين اليوم موجودة ولليوم نستفيد منها الدول الثانية طبعا، وهي الوحيدة اللي استمرت بالمناسبة بالكويت. كل السلاسل اللي اليوم عدا طبعا سلسلة من المسرح العالمي، هذه يمكن 99 أظن بهالحدود أحدهم قرر أن هذه مو ضرورية فراح ملغيها طبعا، ومو من حقه يلغيها. أنا أقولها بتلفزيون الوطن إذا كان يسمعني، مو من حقه أن يلغيها. لو كان يود أن ينشئ شيء بإمكانه ينشئ جنبها، لأنه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، لكن ما يقدر يلغي سلسلة موجودة من أكتوبر 1969 وهي أبرز سلسلة بالعالم العربي كله، إذا ما ومستمرة. لم تقف السلسلة إلا في الغزو القاشم على دولة الكويت، كنت أنا مستشارها، لم تقف إلا بس في هذه المرحلة. ومجرد ما عادت الكويت، أنا أذكر يعني بالصيف الذي تكلمت وكلموني وزارة الإعلام الآن سنعيد السلسلة، وعاد السلسلة، ولو واحد شاف العدد في تلك المرحلة سيجد أن هناك إشارة للحدث بالكويت إلى آخره إلى آخره. فالكويت الكويت كان مشروع ثقافي، مشروع دولة، كمشروع دولة. اليوم انتهى مشروع الدولة، لم ينتهي مشروع الدولة. مع الأسف المطبوعات التنظيرية ما زالت موجودة، لكن المسارات اختلفت في استخداماته. زين، هل اليوم يعني الخوف من البرلمان وأن لا تتكلمون ولا تقولون ساهم في قتل الإبداع سواء كان في المسرح أو في السينما أو في المسلسلات الكويتية، يعني بشكل عام الفن؟ ما أظن، أنا أظن اللي حدث ببساطة شديدة جدا أنه حساسية، ما راح أسميها الحكومة، حساسية الناس في الكويت بسبب حركة تسييس اللي طالت كل شيء بالكويت بلا استثناء مع الأسف، تدخلت بكل شيء وخلقت نوع من الحساسيات لدى الرقيب. يعني الرقيب اليوم يتحرك بوجل، يتحرك بتردد، بخوف التعامل مع أي مفردة أدبية مقدوشة أمامه. يعني هذه لا يمكن، هذه تمس كذا، هذه تمس كذا، هذه تتكلم عن كذا. قام يبالغ في تفسير. مو أنا ما أعتقد الخطأ خطأ الرقيب، تبي أونست يعني عشان أكون صريح معاك، لكن اللي حدث هي عملية تسييس الأشياء. دكتور، يعني أنا أشوف المسرحيات القديمة وايد فيها إسقاطات، وايد فيها كلمات قوية، فيها يعني قوة في الطرح. بس تركيبة المجتمع الكويتي في ذلك الزمن مختلفة عن تركيبة المجتمع الكويتي اليوم، هذه لازم تنتبه لها. يعني كثير من الناس مش عارفة أنه السبب أنه تركيبة المجتمع الكويتي اختلفت عما كانت عليها في ذلك الزمن. يعني لازم احنا ننتبه لهذا الجزء. واحد، اثنين، طبيعة الخطاب اللي ارتبط بمرحلة الستينات والسبعينات اللي كنا حنا فيها، يعني عاصرناها، صدق كنا شوية أصغر من فينا الكبار بس عاصرناها. طبيعة الخطاب بذلك الزمن كان امتداد لذلك الزمن، زمن يعني ما راح أقول أبائنا، بس زمن حركة الثقافة الخطيرة اللي حدثت في الكويت في مرحلة الستينات والسبعينات. الآن طبيعة الخطاب أصبحت تتحرك بنوع من الحياة، بنوع من التردد، بنوع من الخوف، أنه أخاف ألمس فلان، أخاف ألمس الجماعة الفلانية، أخاف ألمس الطائفة الفلانية، أخاف أستخدم اسم شبيه باسم أسرة مشهورة، أخاف 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 أخاف. واحد، اثنين، طبيعة الخطاب اختلفت.
يعني انت يمكن كل ابونا نعي اليوم عيالنا احنا لو تستخدم مفردات اللي يستخدمونها بضرب الزلق او بالاقدار او بالمسرحيات سعد عبد الفرج وعبد الحسين عبد الرضا وخالد لبيس الله يرحمه وعبد الغانم الصالح الله يرحمه ما يفهمون المفردات. يعني الفيل اللي انقال بذلك الزمن اللي يعتبر نكته ما يضحكهم. صحيح. ما يفهمونه. فطبيعه الخطاب اختلفت. طبيعه المنتوج الدرامي بين قوسين، انا اقصد درامي اقصد تلفزيون واقصد مسرح. اختلفت تماما. زين دكتور انا اشوف العكس يعني حاول اطرح وجهه نظري وانت وضح لي اياها دكتور. ان قبل كان في كلمات يعني كانت وايد قاسيه حق واحد استحلى وجهك. مثلا ها او تقول اجي الحيه كانت كبيره وايد، لكن في المسرح في السينما كان ممكن تنقال اقوى من هالكلمات هذه. اليوم هالكلمات صارت عاديه عند الناس لكن ما يتقبلونها في المسرح. ما يتقبلونها في المسرح لان موظفه انت 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 مو احنا مو بدايه حلقتنا تكلمنا عن شيئين استخدام اللي هو اختصار الزمان واختصار المكان واختصار المفردة ايضا. يعني حوار الفيلم او حوار المسرحيه هو حوار مو الحوار اللي نسمعه او الكلام بين قوسين اللي نسمعه بالحياه العاديه، هو حوار فني مكثف ثوري او في نوع من التثوير والاختصار. يعني عارف هو انت الان انت عندك لماذا؟ لان عندك هناك رموز اخرى ودلالات اخرى في الفيلم او العرض المسرحي تسند هذه الكلمه، فحتى الفراغات اللي تتركها انت يمكن ان يسندها التشكيل والضوء والحركه والتعبير والحوار واحساس الممثل. زين انا بقول لك على طاري الحركه والضوء، انا دشيت مسرحيات في لاس فيغاس وشفت الشو اللي هناك. عقبه ما اقدر ادش اي مسرحيه في الخليج. طبعا. هل هذا مسرح وهذا مسرح؟ آه آه آه. لسبب بسيط، لان هذاك لاس فيغاس وهذه الكويت او هذاك بريطانيا وهذه امريكا. يعني احنا لما انا اسف للتعبير لما رحنا بريطانيا ندرس بالثمانينات فوجئنا ان شفنا عروض مسرحيه ناس عرات ويمثلون عادي، يعني كنا احنا بالبدايه صدمنا، بالتالي تعودنا نشوف انه اوه هذول يقدمون فن، عرفت؟ انه مو لا مؤاخذه بهالتعبير، انه مو امراه عاريه او شبح عاريه او رجل عاري، لا هذول يقدمون فن قاعد يقولون شيء. عرفت قصدي؟ فانت نعود من جديد نتكلم. اليوم في امريكا دكتور في مسرحيه ما تدشها الا عمرك 35 سنه. هل انت مع التقنين انه والله هذه 18 هذه 20 هذه 35 ولا مسرح مفتوح وخلي اللي بدش كيف يتحمس ويتحمس؟ لا انت اذا انت ببساطه شديده اذا فصلت مثل ما انت اوردت قبل قليل بان هناك مسرح اطفال ثم مسرح كبار، عرفت؟ اذا فصلت ان هالشيئين عن بعض انا اعتقد انه ما راح يكون ضروره هناك لهذا التقنين. واحد اثنين، حنا المسرح بالكويت عندنا ما زلنا نتكلم عن ذي احد الاشياء اللي قضت على ما قضت يعني ساهمت ب الى حد ما باختفاء نوع كثيره من المسرحيات، ان احنا قتل عندنا بالكويت الموسم المسرحي. الموسم طبعا سعد الفرج وعبد الحسين عبد الرضا والجماعه الفرقه المسرحيه الاربعه اللي انشات بالستينات العربي والخليج والشعبي والكويتي كانت تتبادل الموسم وعندها مواسم موسمين بالسنه وكان الموسم مستمر، ولذلك انت بالسنه ببساطه ممكن تشوف اربع اعمال مختلفه لاربع فرق مسرحيه بالكويت ذلك الزمن، واستمر هذا النظام حتى في مرحله السبعينات وبين قوسين الثمانينات استمر هذا النظام ثم قضي على الموسم المسرحي. اليوم صار موسم مسرحي في العيد بس عيد الفطر. اي لان القضيه الان ارتبطت بجوانب اخرى، يعني ما راح اسميها تجاريه بس ولا راح اسميها صناعه، يعني شيء بين بالكويت، ولذلك الان دخل كثير من الناس اللي ما لهم علاقه بالمسرح. يعني اليوم انت تشوف مذيع مشهور يتحول الى ممثل في المسرح، يتحول ممثل يتحول الى نجم ويجيب فلوس، عرفت؟ يعني هذه العمليه. يعني انا اظن انه مفهوم الاندستري او ما يسمى الصناعه بالكويت عندنا مفهوم خاطئ، هناك مطالبات من مبالغ كبيره لكن لما تجي للكواليتي والمستوى ماكو مستوى. هذه المشكله. زين قلت لي في مسرح طبعا الكنيسه حاولت تقتل المسرح بعدين صار مسرح من داخل الكنيسه. نعم. هل في مسرح ديني بهالمعنى؟ اوروبا ابتدى مسرح ديني طبعا. وعندنا؟ يعني هل ممكن نشوف مسرح ديني؟ قدموا مسرح ديني، نسيت راجع اللي قدمت بالقازول، المسرحيه اللي قدمت بالقازول اللي راحت زارت كل يعني جوانب كثيره. تعتبر دينيه هذه؟
يعني كانت انتجتها جمعيه الاصلاح الاجتماعي هذه المسرحيه حسب ما اذكر انا. صحيح. وما كان مع الاسف فيها نساء، انا كان وجهه نظري يعني كان انا انتقادي الوحيد لهذه انه ما في نساء في هذه المسرحيه. انت ما تقدر تتقدم مجتمع يعرج وتقدم رساله من خلاله اين المراه؟ اوكي انت المراه انت المراه الان عندك انت تحفظ انها تطلع سبور لبس حجاب يا رجل. بس انت تكون موجوده. بس تكون موجوده. ليش نص المجتمع انت تلغيه؟ واحنا بالكويت عمر المجتمع من 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 صعدت مريم الغضبان الله يرحمها بالستينات ومريم الصالح عسى الله يعطيها طول العمر على خشبه المسرح بالستينات، وحنا بالكويت بالذات مشهورين بوجود المراه على المسرح بجانب الرجل. ما كان عبد العزيز النمشي هو البديل؟ في مرحله سابقه. يعني المسرح بالكويت يعني المسرح الشعبي او المسرحيه الشعبيه بالكويت ابتدت 1955 في مسرحيه مدير فاشل ابتداها النشمي الله يرحمه. وقدم ما يقارب 20 مسرحية بهذا الاتجاه بفرقة المسرح الشعبي إلى 57 58 59 60 عندما حضر زكي طليمات وأنشا فرقة المسرح العربي وابتدت المسرح تتخذ اتجاه آخر وظهرت وصعدت المرأة على خشبة المسرح. بالمراحل السابقة ما كان أكو نساء على خشبة المسرح كما يعرف الجميع يعني. وبالمناسبه ترى هذه مو التجربه الكويتيه، ترى يمكن يصدم الكثير ان قلت لهم انا ان اغلب الممثلات في مسرح شكسبير ترى هم مش اولاد كلهم اولاد. طبعا اللي لعب دور اوفيليا في مسرح شكسبير ولد مشهور بس قبل لا ينشرخ صوته، عرفت؟ يعني كان الرجال الشباب الاولاد الغلمان بين قوسين هم اللي يقوموا بدور النساء في مسرح شكسبير الى ان صعدت اول مرأة على خشبه المسرح في مرحله تاليه في المسرح الانجليزي. يعني زين دكتور انت لك مسرحيات. انا عندي مسرحيات. نعم. ليش اليوم ما تكتب؟ انا ما زلت اكتب، انا ما زلت اكتب الكتابه في حياتي يوم من الايام، لكن انا راح اقول لك هذا مهم السؤال بالنسبه لي انا. بالأخير أنا قمت أناوب كتاباتي بين تأليف كتب حول النقد المسرحي أو وضع المسرح في الكويت والخليج وبين مسرحيات. بس ممكن يكون موسم كذي موسم كذي. أي بس من 1910 كان آخر عمل كتبته. أقول لك لماذا؟ أنا أرى بأن الكاتب المسرحي هو شبيه بالفنان الذي يشيد تمثالا بناء على نموذج. يعني يجلس أمامك نموذج مثلا ويشيد تمثالا، انت امامك نموذج، انا النموذج اللي كنت دائما اكتب عنه في مصر الانسان العربي. بعد الربيع العربي وبهالمرحله احنا انا واحد من الناس ضاعت الطاسه على ما نقول النموذج راح. ما عندي نموذج، ما ايش اكتب؟ اكتب عن الماضي، عن الحاضر، عن المستقبل، اذا بكتب عن الحاضر، الحاضر غير واضح والمستقبل غير واضح. فانا نموذجي ضاع، يعني انا اكلمك عن تجربتي. يعني هل هذا تاثير الربيع العربي حتى على الفن؟ انا واحد من الناس عانيت، ما اكذب عليك يعني. ولا بي انا اظل ادور في حلقه مفرقه مالت الف ليله وليله والتراث العربي وقصه ابو الحسن المقفل والى اخره، لا انا بتكلم عن هذا الزمن. انا اعمالي كانت كلها، انا عندي ما يقارب 6-7 نصوص كلها تتكلم عن عنصرين فقط، انا عسكره المجتمع والفتنه، كل اعمالي اللي انا كنت. واحنا اليوم وصلنا لعسكره المجتمع. احنا عسكره المجتمع. لا ما اتكلم، احنا ما اتكلم عن تجربه الكويت، احنا كنا نحذر. انا كنت احذر من عسكره المجتمع والفتنه. الان في كثير من الناس تتطاول وتحاول تثير فتنه في هذا البلد. هذه الفتنه والعسكره العسكره الان كاهي حولنا، ما في داعي يعني امثله ما امثله. كان اول عندنا صدام حسين، ثم الان اللي قاعد يحدث حولنا في العالم دي والدعوه الى العسكره الى اخره الى اخره. زين ما العسكره هي ما تشمل الرقابه، فرض الرقابه هي هم نوع من العسكره بعد؟ لا انا اقصد العسكر لما يحكم العسكر البلاد. ولذلك كل ابطالي في مسرحياتي او الشخصيات الاساسيه في مسرحياتي تدور حول هذه الثيمه، ولكن بشكل مبطل. ما راح اقول كوميديا ساخره او كوميديا سوداء، بس مؤلمه الفكره هذه. شو يسمون كتبي الاخرى كانت تتكلم عن دراسات نقديه، وخاصه كلها تتكلم عن عروض مسرحيه حيه. كنت يعني اروح المهرجانات العربيه وبعض العروض اللي حتى في بريطانيا كنت اروح واكتب عن المسرحيات وبعدين اكتب عنها في كتب. دكتور الحوار معك جدا ممتع وما شاء الله مر علينا بسرعه، وانا شخصيا استفدت وايد من اليوم من الحلقه من المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا. شاكر وجودك في اليوم السابع، اضافه جدا رائعه حقي وحق اليوم السابع. احنا مستمرين معاكم في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، نشوفكم على خير.